نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. تحدي كابتن ايمن، وتحدي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجوم الكوار كابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي والكابتن علي ابو الرحمن والكابتن اسامه حسني. نور يا كابتن. الله يخليك كابتن، متعنا كابتن كالعاده. الله يخليك. قبل ما نروح لطاقم التحكيم نتكلم في حاجه مهمه جدا جدا كابتن ايمن، وانت حضرتك كنت حكم، نتكلم في درجه صعوبه مباراه. احنا بنتكلم كتحكيم، هل هي مباراه سهله تحكيميا ولا متوسطه السهوله ولا كانت مباراه صعبه؟ الكلام ده بيفرق كتير جدا جدا مع مقيم التحكيم في الدرجات اللي هو بيمنحها لطاقم التحكيم. صحيح. المباراه صعبه ليها معايير، المتوسطه ليها معايير، والسهله ليها معايير. صحيح. ده السؤال اللي انا ببتدي بيه الحلقه، لان ده مهم جدا جدا. دي كمان حاله بنقولها لحكامنا. انا كمقيم هذه المباراه بقول ان هذه مباراه تندرج تحت درجه صعوبه عاليه، وهقول ليه عاليه. بناء على ايه بقى حضرتك بالظبط كده؟ عندنا احنا في مقاييس ومعايير لدرجه الصعوبه كابتن ايمن، حتى كنت حكم وعارف. بنقول نمره واحد، الاحداث التي مرت بها المباراه نتيجه الاختبارات التحكيميه داخل مناطق الجزاء. هنا كان عندنا اكتر من حدث واكتر من اختبار لطاقم التحكيم. اتكلم كمان في نتيجه المباراه كابتن اسامه، اتكلم هدف مقابل لا شيء، ثم هدف تعادل، ثم 2-1. تيجي دايما لما تكون قريبه كابتن شريف دي بتصعب مأموريه طاقم التحكيم في المباراه. احداث كتيره جدا حدثت في المباراه، انا بقول ان دي مباراه درجه الصعوبه كانت عاليه، ده في البدايه. ولكن هنتكلم يمكن الحالات هنجيبها كابتن ايمن وهنشوف، بس نروح لطاقم التحكيم ونشوف النهارده طاقم التحكيم كان متكون من مين. كان عندنا الحكم الدولي محمود البنا من منطقه كفر الشيخ، كان حكم الميدان. الحكم المساعد رقم واحد كان هاني عبد الفتاح اللي هو الحكم الدولي منطقه الجيزه. المساعد رقم اثنين رضا جبر اللي هو كان من منطقه الشرقيه. الحكم الرابع كان عباس حسن من كفر الشيخ. نيجي نروح للفار، كان وائل فرحان وكان مصطفى عثمان. قبل ما نروح للحالات نتكلم يا كابتن شريف، دي نقطه مهمه جدا احنا اتكلمنا فيها مره واثنين وثلاثه، معايير احتساب الاخطاء يا كابتن اسامه. لابد ان يكون المعايير واحده في كل الحالات، خاصه لما يكون عنصر واحد مثلا زي مخالفه لمس الكره بالايد. مزبوط. لما يكون عندك مخالفه في نفس المباراه حضرتك بتحسبها، هي نفس المخالفه في نفس المباراه ما بتحسبهاش. صح. هنا المعايير بتختلف، خاصه ان الحكم هو واحد، هو نفس الحكم. فدايما بنقول لحكامنا ايه، خلي معيارك في احتساب المخالفات واحد، خاصة لما تكون المخالفة من عنصر واحد اللي هو مخالفة لمس الكرة باليد. أنا عامل مقارنة جميلة جدا جدا في نفس المباراة كابتن أسامة، عشان احنا مش هنقول كلام مرسل، ولكن بالحالات التحكيمية اللي موجودة هنشوف إن احنا كلامنا بالإقناع والصورة عمرها ما بتكذب في الحالات اللي جاية. هنروح للحالة الأولى، وخاصة في الكوبريشن بتوين ذا ريفري أو أسيستنت ريفري، التعاون ما بين الحكم والحكم المساعد. الحالة الأولى هنا بنشوف الحكم المساعد هاني عبد الفتاح حكم منطقه الجيزه. انا هربط بردك فيها في حاله تعاون كابتن اسامه تاني. شوف هنا المخالفه، نرجع تاني نشوف النهارده المساعد هنا احتسب المخالفه. نروح للحاله من الاول نشوف الحكم. ايوه تمام، هنا الحكم اشار ستوب، وده تكنيك جميل جدا جدا بنفس الذراع اللي رفع بيه كابتن اسامه، اشار على المخالفه للخطا. طيب تمام، إذن هنا المساعد هنا تعاون مع الحكم في الأخطاء القريبة منه. مظبوط. أوكي؟ مظبوط. هنرجع تاني للحالة ديت وهنشوف حالة مثيلة ليها لم تحتسب قدام المساعد رقم اثنين. تمام، يبقى دي حالة إيجابية للمساعد رقم واحد، بنقول إن هو تعاون بشكل جميل، لأن الحكم هنا في المنطقة دي كابتن ما كانش موجود البنا، ولنا التعاون طبقا للقانون. بنقول إيه؟ الأخطاء التي لم تقع تحت نظر الحكم هنا دور المساعد هنا بيدي. نروح للحالة اللي بعد كده. حالة هنا من الحالات المهمة، بنقول الخطأ هنا بإهمال، مفيش فيه تهور، بس هنا في حاجة مهمة في اللايف هنلاقي إن هنا في تعطيل للهجوم الواعد. مظبوط. شوف كده، هنجيب الحالة من الأول، من أول خالص، المخالفة موجودة مفيش كلام. هنا هنحس إن هنا في خطأ بإهمال والخطأ موجود. نرجع لـ ستوب، نرجع تاني لحظة ارتكاب المخالفة، نرجع تاني لحظة ارتكاب المخالفة ونشوف هل اللاعب ده عنده القدره ان هو يعدي او يمر كابتن اسامه ولا ما عندوش؟ عنده القدره. هنا الانذار مش للخطا اللي هو تم اللي هو العرقله، ولكن الخطا هنا لتعطيل الهجوم الواعد. قرار
صحيح والبنا اشار بالمخالفه ودي القرار. الحاله اللي بعد كده شوف هنا حاله من الحالات المهمه وهل هناك تسلل هذه الحاله عند المساعد رقم واحد هاني عبد الفتاح لان انا النهارده بقول عليه متميز هاني عبد الفتاح النهارده. شوف اللعبه كابتن شريف صعبه جدا صعبة جدا جدا عشان حضرتك تربط ما بين لحظه اللمس نرجع تاني هنا وموقف التسلل يعني انت عندك حاجتين كمساعد صح تربط هنا لحظه الكره وهي طالعه والموقف هنا لابد يكون عندك تركيز عالي جدا جدا تمركز فوق صحيح. الوصف عشان تقدر تميز هل هنا في تسلل ده تقريبا يا كابتن على خط واحد بالظبط كده يعني. وده تميز بقى اللي احنا بنقول عليه صعبه جدا ده الفرق بين حكم مساعد وحكم مساعد يا كابتن نعيم لعبه صعبه جدا بنقول الحكم المساعد هنا هي دي الحالات اللي انت يجب عليك انك انت بنقول حالات غير متوقعه طبعا وانت تميزت فيها عشان كده بقول المباراه كانت صعبه طبعا. لكل طاقم التحكيم طبعا هدف طبعا صحيح ما فيش فيه اي شبه تسلل وانا بشيد هنا بردك بهاني عبد الفتاح الحكم مساعد رقم واحد هذه الحاله حاله من الحالات الصعبه عندنا هنا لاعب النادي طلائع هنا مغطي واعتقد مغطي بجزء من الجسم وبالتالي هنا الهدف هدف سليم خلينا نمر ونروح للحاله اللي بعد كده هنا نروح للبن نوضح بس للبعض هنا استخدام الذراع او المرفق كابتن هنا في استخدام ذراع او مرفق بيبقى اكتر من درجه هل هو بقوه هل هو بسرعه هل هو بالكوع هل هو بكف الايد او بظهر الايد ده اللي احنا هنشوفه في الحاله ديت نروح للحاله لايف لحظه ارتكاب المخالفه ماشي بس بص يا كابتن عمرو جمال ايده سابقاه ماشي انا هحكي وهسمعك ماشي وهسمعك ماشي احنا بنقول لما يجي لاعب يعمل ارتقاء هو اوريدي كل بيطلع بيبقى فارد ايديه عشان يحمي نفسه كويس ولكن تحمي نفسك ولكن لا تستخدم الخصم. لا تستخدم في انك انت تاذي الخصم دي حالات من الحالات المهمه جدا جدا قد ترتقي للبطاقه الحمراء ولكن نرجع للمعايير بتاعتنا في احتساب المخالفات هي شده المخالفه كابتن اسامه هل هي باستخدام الكوع وبقوه في الوجه ولا هي بالايد بالمرفق او بالذراع بايد بقوه قليله بقوه قليله هنا هو البنا لو نرجع تاني خالص نرجع تاني للايف نرجع هنا اللايف هنشوف البنا واقف هنا هنمشي شويه هو البنا هنا واقف وبعدين نمشي بقى نمشي هنمشي هنمشي جري بص كابتن هنا مفيش تردد انا بس بشيد هنا باللقطه دي قبل ما نروح للحاله الحكم هنا عمل ايه يا كابتن هو هنا توقع حضر القرار كابتن عادل هو عارف ان في لعيب هيطلع ممكن يستخدم الذراع وجري ما ترددش وادى هنا البطاقه الصفر وزاويه الرؤيه واضحه بالظبط كده بالنسبه له انا هسال سؤال معاك اتفضل دلوقتي الكوع اللي هو حصل ده او خبطه الايد او وات ايفر اللي حصل يعني لو هو رايح لقى حاجب الراجل ده مفتوح وبيشر دم كده الحاله دي هتبقى برده محتاجه الاصفر ولا واضح التعمد والخبطه ودي حاله طرد سؤال مهم جدا كابتن لو انت كابتن ناصر كابتن رايح وانت كابتن شريف ومحضر ان هي انا شايف ان هي انذار كويس تمام لقيت انها اثرت على اللاعب التاني هرجع هستنى فار يكلمني بالظبط كده احنا بنتكلم في هذه المخالفه هنا لو استخدام قوه زائده كابتن لابد ان الفار هنا يستدعي الحكم وزي ما قلت لك المعايير بتختلف من حكم لحكم ودي مشكلتنا اللي احنا بنحاول دايما نحافظ حكامنا من فضلك لو سمحت خلي معاييرك في حساب مخالفات واحد ولكن انا بشوف هنا عشان اكون امين هذه الحاله هي اقصى درجات التهور والبطاقه الصفراء هنا اعتقد هي مقبوله من الحكم في هذه المباراه انا بشيد بالحكم بس ليه ان هو كان محضر القرار وكان متوقع ان هنا يحصل المخالفه احيانا بنشوف كتير من الحالات ديت كابتن اسامه حكم بيروح ما بيحسبش فيها ولا بيحسبها ولا بيشير فيها البطاقه الصفراء نروح للحاله اللي بعد كده هنا البنا تمركز اعتقد جيد يهمني جدا جدا في الحالات ديت اللايف التمركز الحكم ونجيبه ونشوف هو واقف فين قرار صعب جدا جدا يا كابتن هذه الحالة بالظبط صعب جدا جدا الخط ده كابتن أيمن البنا قريب صعب بقى شوف بقى البنا هنقف هنا شوف البنا أنا بقول كان يجب رغم إن هو خد القرار الصحيح كابتن شريف معايا بس اللعبة دي مهمة جدا دايما نقول لحكامنا كابتن أسامة إيه من فضلك تعالى هنا شوية
عشان يقف على الخط، عشان يقدر يحدد، لان انا ما عنديش هنا حكم مساعد. مفيش مساعد. الخط ده بالظبط نقوله دي المنطقه العاميه بتاعتك، لابد انك انت تيجي هنا عشان تحدد ما كان الخطا هنا او هنا. انت كنت هنا وبرافو انك انت جبت القرار الصحيح ان المخالفه كانت من بره، بس الافضل ايه؟ طبعا. الحكم لا من فضلك تعالى هنا خلي عندك رأي، تعالى الناحيه دي هنا عشان تقدر تحدد المخالفه من جوه او بره. ولكن انا بحييه على القرار صحيح، والفار كمان شيك على الحاله، والحاله كانت من بره، وده قرار من القرارات المهمه في المباراه. لم يتردد البنا في انه خد القرار بره كابتن اسامه، وكان ممكن حكم تاني يبقى عنده شك يحسب ويستنى الفار، هو خد القرار مره واحده من حساب المخالفه برضو على من بره. اكيد اكيد. طيب. لان دي من الحالات اللي هو جوه او بره دي كان الفار يتدخل. عشان في سؤال اساله لك بعدين. اتفضل. نروح ل تمام كده المخالفه من بره، وهنا القرار قرار صحيح للبنا. الحاله اللي بعد كده. شوف الحاله دي مهمه جدا جدا. في العاده هنشوف الكابتن شريف الكلام اللي احنا قلناه في بدايه الحلقه. المقارنات. حكم مساعد في البدايه احنا جبناه اشار وتعاون. مظبوط. وكان تعاون ايجابي. مظبوط. شوف هنا هل في مخالفه ولا مفيش؟ ستوب. لطشه الايد الشمال. لطشه بايده الشمال. لعمرو السوليه. صح. نجيب الحكم. شاف ولا ما شافش؟ هات الحكم كده في اللايف. ستوب. هنا المساعد اللي عندي هنا كابتن. دورك ايه؟ انا محتاجك كحكم في هذه الاحداث. دورك انك انت تديني في الاخطاء اللي انا لا تقع تحت نظري. بس عايز اقول لحضرتك حاجه بعد اذنك كابتن. اتفضل. زاوية الرؤية واضحة جدا لمحمود البنا. ماشي. مفيش حاجة بتعيقه قدامه. تمام. فهو شاف الواقع. السؤال يا كابتن، هل الإيد اللطشة ديت لطشة ديت في نظر البنا كده، ولا هي لطشة مخفية من الناحية التانية؟ ده المهم. ولكن كده أو كده، وما أنا معايا حكم مساعد هناك الناحية التانية يا كابتن أيمن. كويس. ده اللي إحنا بنقوله، طب المساعد رقم واحد إدى هذه المخالفة في البداية، كان يجب عليك إنك أنت هذه الحالة كان هنا في مخالفه وتستوجب الانذار بطاقه الصفر. دي المقارنه اللي احنا عملناها بالمساعد هنا والمساعد هنا. يلا نروح لك على حاجه كابتن هنا. اتفضل. هو استند هنا على ان الكره ملك لاعب طلاع الجيش، وان في محاوله من لعيب نادي الاهلي انه ياخدها منه. تمام. محاوله استخلاص من الكره من ظهر اللاعب. فهو الثاني بيحلق على هو استند على دي بس. ممكن. انما في الكلام اللي حضرتك بتقوله 100%. انما اللطشه موجوده كابتن ودي من غير كوره. محاوله. صح. تمام. نروح للحالة اللي بعد كده. أنا هنا أقف شوية بقى كابتن أيمن. أيوه بالظبط. كابتن أسامة بعد إذنك. الحالة دي اتكررت مرتين النهاردة. إحنا قلنا المخالفات من نفس نوع. صح. إنما الله يخليك بعد إذنك. أيوة. دي واحدة. دي واحدة اتحسبت بره ال 18. بالظبط كابتن أيمن. أنت كده تمام. كابتن شريف خليك معايا. إحنا قلنا المعيار واحد. صح. حضرتك حسبت مخالفة خارج منطقة الجزاء، نشوف وضع اليد، هو وضع اليد. مظبوط. تشريح الجسم للاعب هو نفس الشيء. هي دي اللي كانت بره. مظبوط. هروح للثانيه طبعا بعد كده وهنشوف. نرجع تاني نشوف الحاله دي من الاول خالص. ستوب. ستوب. كابتن بنا هنا كابتن اسامه. صح صح تمركز مظبوط. في حد حاجب؟ لا. اللعبه كلير. واضحه. نشوف الايد. شوف القعده. الايد ولا قعده؟ صفر وشال. تمام. صفر في سن. حسب هاند بول. ممتاز. حلو. شفتها؟ اتينا بقى اللي جوه. تعال بقى اللي جوه. تعال اللي جوه. ضغط الدم بقى. يلا نروح بقى للحاله اللي بعد كده اللي هي داخل منطقه الجزاء. اوكي هنا عدى وعمل فينت. تمام. وهنا راح. ايوه. وبالتالي يا سلام. رجعها لنا تاني يا سمير. هترجع تاني يا سمير. هترجع تاني ما تقلقش. نرجع تاني يا كابتن. ايوه. نرجع. وثبت بقى. ماشي نمشي نعد نعد نعد. هات البوينت اوف كونتاكت. اللي هي الكرة لما بتيجي في اليد. كابتن اللاعب بينزل. بينزل. اولا انت مفترض ان لو انا الوضع الطبيعي الايد تبقى فوق. ايه يا كابتن؟ يلا هنا من الزاويه هتبقى زاويه الرؤيه اوضح كتير. ماشي نعدي. تمام تمام. هنا الايد طالعه. هي كابتن ايمن كابتن اسامه. ما هي دي. مظبوط. وهو نفس الحكم الاهلي. ده كابتن. طب بس في حاجه بس دي جوه دي بار ليه ما رجع؟ بالظبط هتكلم. طب هل هو شاف ولا ما شافش؟ ده السؤال. المفروض انه شاف. ماشي. المفروض. طب لو ما شافش الفار يكلم. هرجع لللايف يا كابتن. اللايف بعد اذنك. ماشي هتابعك معايا النهارده معلش. لان الحاله دي حاله مهمه جدا لللايف. شافش. ارجع تاني. ارجع تاني. خمسه ارجع تاني. ارجع تاني. ما شافش. ارجع تاني. الرؤيه
ايوه نمشي بقى نمشي شويه كمان اللعيب الاهلي نمشي 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 ستوب وعلي برافو عليك يا كابتن وعلي الفيل برافو كابتن اسامه انا هنا هو ما شافش الفار على الفار دي واحد ادي اثنين عاملين بلوك صح ثلاثة خمسة صعب انك انت تشوف دور الفار دور الكابتن وائل فرحان ايه بقى الله اكبر عليك كابتن ده مزعلنا وائل فرحان كابتن وائل من فضلك انا كحكم بقول ان البنا ومتاكد ان البنا هنا استحاله يشوف الحاله ديت لان هنا صح. عندي هنا لاعب حاجب الرؤيه عندي اثنين لاعبين عاملين بلوك على الكوره لمسه يد صح. كمان مش سهله وكان يجب تدخل الفار انا بقول النهارده الفار كان يجب كان يجب على الفار التدخل في هذه الحاله بالقياس بالحاله اللي اتحسبت فيه للنادي الاهلي خارج منطقه الجزاء هي نفس الحاله اللي هي لم تحتسب هنا والفار كان يجب ان هو داخل كابتن اسامه صح وده احنا بنقوله طيب المعيار فين؟ صح فين المعيار؟ المعيار هنا مش واحد مظبوط على الرغم ان المخالفه كانت من نوع واحد يلا كل ماتش كده فندم الفار ما بيحكمش ما هو كل ماتش هو بس هو حسن الحظ ان النادي الاهلي كسب مظبوط وهنا الخطا هنا لم يؤثر في نتيجه المباراه ولكن بنقول لحكامنا من فضلك لو سمحت هذه الحاله حاله مهمه جدا اللي هي كانت موجوده الحاله اللي كنت عايز اساله لك بعد اذنك تمام فضل. الفار ده ما بيجيش للنادي الاهلي ليه يعني نقف شوية. النادي الاهلي جابه الفار تدخل فيه تمام والحكم استنى وشاف تمام البنالتي ليه والباك بالظبط كده انا بقول ايه ان انا كمان حتى كابتن انا بدي لازم نساعد في محمد هاني ما ساعدش في السوليه دي المقارنات ده احنا بنقول ايه بقى اختلاف الحكم من الحكم كابتن اسامه في لاعب عنده مهاره وعنده موهبه وفي لاعب عنده قوه بدنيه عاليه بتختلف الفروقات الفرديه هنا بتختلف من حكم لحكم مزبوط. هنا عندنا حكم موهوب وحكم هنا مش موهوب مزبوط. حكم مركز وحكم مش مركز ولكن احنا قلنا المقارنات النهارده كابتن شريف لا هناك مقارنات حكم مساعد اجاد حكم مساعد تراخى ولم يحتسب واحد هنا اسلام محارب ده لازم ياخد ستيميليشن ده بعد ما هو رد الكوره اجايه اجايه حط الكوره جول فهو لها جون راح ماسك دماغه وراح نادي ده الهدف اللي احنا هنجيبه في الحاله اللي جايه يا كابتن جمال يا كابتن اسلام جمال ده راح ماسك دماغه اكن في طوبه جت من الجمهور وراح نازل في الارض ده لازم ياخد انذار ده على طول بالظبط يبقى سريع على الاهلي مش هيرجع للفار بالظبط كده هنروح للحاله اللي بعد كده شوف عندنا الحاله الاخيره تقريبا الهدف عشان نقول هل هناك مخالفه ولا ما فيش كابتن ايمن نشوف الحاله لو كانت معانا هنا انا جايب الحاله بردك عشان ايه نبقى احنا عندنا امانه في العرض هرجع تاني بس هنروح للكابتن شريف قال حاجه جميله جدا كابتن شريف عبد المنعم قال حاجه جميله جدا انا باخد من اللاعب بتاع نادي الطلائع طب انا النهارده لو انا كمدافع وتم ارتكاب ضد مخالفه كابتن اسامه انا في الوقت نفسه هنزل هنا هروح تاني للاعب ماشي همشي هنا اللاعب ستوب وقف بص لقى الكره هدف انا ما عنديش مشكله ما حدش عمل معايا اي مخالفه مظبوط معايا اسامه صح مظبوط بعدين هنروح تاني هنشوف هيعمل ايه مسك راسه دخلت الجون وبعدين مسك راسه انا بقول هنا في تنافس عادل يا كابتن عادل التنافس العادل موجود وانا من حقي اطلع على كورتي طول ما انا ما عنديش اي مخالفه بارتكابها ضد الخصم هنا بواليا طلع ارتقى فوق وتنافس مع اللاعب المدافع وبالتالي هنا ما فيش مخالفه والهدف هنا هدف صحيح لنادي الاهلي في النهايه بنقول عنوان مباراتنا تاني او ظاهره المباراه النهارده بنقول معايير احتساب المخالفات الفنيه والعقوبات الانضباطيه يجب علينا كحكام عندنا يبقى المعيار واحد صحيح خاصه لما يكون المخالفه من نفس نوع المخالفه اللي هي لمس الكره بايد خارج تبقى صحيح. زي هي صحيح. داخل ولكن بشكل عام ادار البنا المباراه بشكل جيد زي ما قلت نتيجه المباراه كمان يعني بتعدي حاجات كتير كابتن شريف يعني نتيجه النادي الاهلي لما بيكسب اكيد الاخطاء بتبقى مش مؤثره صحيح. نتمنى ان شاء الله الحلقه ديت حكامنا النهارده يبصوا ليها بشكل كويس معيار مهم جدا جدا في احتساب المخالفه صراحه متعتنا يا كابتن ناصر شكرا جزيلا يا كابتن ناصر امتعتنا كعادتك الله يخليك يا كابتن يعني انا عايز اقول لك حاجه والله يا كابتن ناصر أيوة. يعني انا بننبهر بكل حاجه بس بيحصل فينا بقى كتير يا كابتن ناصر والله تمام. يعني نفس الحكم ده في حاجات معينه احنا شفناها مع انه ادار مباراه صعبه النهارده جدا جد يعني المباراه قلبت معاه بس الحمد لله انها انتهت انا مش دفاعا على البنا يا كابتن شريف انا معاك البنا لو شاف كويس وكان النهارده لو البنا لو النهارده انا براه هو في قفل عليه بس انا قلت الفار هنا كان يجب الدخل الفار النهارده كان ليه دور الفار يعني مش هقول منع ركن الجزاء ولكن مش لطيفه ابدا والنوادي يعني ده دوري ما بقى دلوقتي بالزبط. شريف الخطا ما بقاش حكم بس ده انت عندك الحكم
وعندك الفار كابتن البنا النهارده ادار المباراه صراحه بعد تحليل كابتن ناصر بحرفيه ومهنيه طبعا طبعا. لكن الفار هو كان البنا انا اطلقت عليه كلمه مهمه جدا كابتن ايمن، انا قلت عليه الحكم الموهوب. بامانه هو حكم موهوب ليه؟ لان عنده فنيات عاليه جدا كده كابتن اسامه، صحيح. عنده جرأة، عنده توقع، عنده سرعه اتخاذ القرار، عنده شخصيه تحكيميه، مظبوط. فعشان كده بقول هو ادار المباراه بكفاءه، لو شاف اللعب دي اعتقد كان البلد ادى تحت فرصه النهارده كتير قوي احنا حيناها عليها. شكرا يا كابتن ناصر بتاعتنا كعادتك دائما. الله يخليك يا كابتن مشكور. وبانتهاء الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. عايز اشكر ضيوفنا اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن نورتنا. الف شكر يا كابتن والف مبروك، وعقبال ماتش فيتا كلاب باذن الله يكون فوز لينا، ومبروك للعيبه والحاله النفسيه ان شاء الله تبقى احسن ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكر نورتنا. مبروك يا كابتن الثلاث نقاط، وان شاء الله يستعدوا لفيتا كلاب باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عرابي الف شكر كابتن اسامه نورتنا. الف مبروك ايمن، ومبروك لجماهيرنا والاجهزه الفنيه وكل الناس اللي شغالين، وان شاء الله بالتوفيق ماتش فيتا كلاب ان شاء الله. كابتن اسامه حسني الف شكر يا كابتن نورتنا. الف شكر يا كابتن، وبالتوفيق ان شاء الله للاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.